يا دكتورة رانيا، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي وسعداء بمشاركة حضرتك معانا. اهلا وسهلا. وضيفنا طبعا الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا زميلي العزيز ومشرف الشاشة، ومبروك الانطلاقة الجديدة للقناة. الله يبارك في حضرتك وفي مجلس الإدارة كله، وسعداء بمشاركتكم معانا طبعا وظهوركم إن شاء الله في الفترة الجاية على شاشة القناة من أجل التواصل مع جماهير القناة وجماهير النادي في كل مكان، وإنهم يسمعوا آرائكم في كل الاتجاهات إن شاء الله يا دكتورة راني. عندنا ثلاث محاور رئيسية عايزين نعرف رأي حضرتك سريعا فيها. أولا قناة النادي الأهلي، التطوير كنا لسه بنتكلم عنه مع الأستاذ طارق، وبيقول إنه أمر من أولويات عمل مجلس الإدارة الحالي، إن فيه اهتمام كبير بالنهوض بشؤون القناة في الفترة الجاية. يا ريت نسمع رأي حضرتك. تمام، الحمد لله. الحقيقة أنا يمكن يعني حضرت بعض الاجتماعات لشركة الأهلي للإنتاج الإعلاني، وكان من الأولويات أو من أولوية مجلس الأمناء هو تغيير القناة تغيير شامل. البداية النهاردة دي بداية بسيطة، ولكن هيكون في بعد كده حاجات اكتر شويه. احنا هنطلع بقناه اتش دي، وهيبقى في خريطه جديده جدا اكبر من كده واقوى من كده ان شاء الله. انتوا البدايه ان شاء الله المشرفه، ربنا يخليك. بعد كده على اخر السنه هيكون في خريطه كامله. بيشاركنا في ده ناس متخصصه جدا في الاعلام، بحيث ان احنا ننافس القنوات الرياضيه، ونبقى يعني نادي الاهلي قناه من القنوات المتقدمه، ويبقى فعلا متابعين القناه اللي هم اصلا متابعين ملتزمين، ولكن عايزينهم يكونوا فخورين ان شاء الله. يعني هنا حضرتك بتتفقي مع الاستاذ طارق ان دي رؤيه مجلس الاداره باكمله، ان التطوير بيتم وبيجري على مراحل قادمه، وهيكون مرضي لكل المحبين للنادي الاهلي وللقناه ان شاء الله. الخطوات القانونيه والخطوات الفنيه يعني اوريدي ابتدينا ناخد الخطوات دي، يعني مفيش حاجه ان شاء الله متاخره، ولكن ماشيه في الريتم اللي المفروض تمشي بيه الفتره اللي جايه، اللي هو التدريج في التطور، لان لازم كل حاجه تمشي متوازيه، الانشاءات في النادي والتطور اللي موجود في الاجهزه الفنيه، وتطور المجهود اللي موجود في انشاءات النادي والاسوار والحقوق الرعايه، كل ده بيمشي متوازي. فبالتالي محتاجين يكون في تدرج في كل حاجه. اداء الاستاذ طارق قنديل كعضو من اعضاء مجلس الاداره لاول مره ضمن مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اسمع كلمه من الدكتوره رانيا عنوالي عن اداء الدكتور طارق وعن التعامل مع الاستاذ طارق قنديل على المستويين، مستوى المسؤول في مجلس الاداره والزميل في العمل، وعلى المستوى الاجتماعي والانساني. الحقيقه متشرف جدا، ولكن يمكن قبل مجلس الاداره كمان الاداء خلال الفتره الانتخابيه الحقيقه يعني اكتر من اخ وصديق. وقفنا مع بعض في محن كتير عدينا بيها، ومواقف كتير كانت محتاجه ان احنا نكون فريق واحد، وده اللي حصل. بالتالي لما دخلنا مجلس الاداره كان اولا انا محظوظه جدا ان احنا قاعدين جنب بعض في المجلس، فساعات كتير ليا الشرف يا دكتور. ده طارق بيضحك دلوقتي، ليا الشرف كتير جدا، ممكن يفوتني حاجه اغشها منه بسرعه على ما بيقول لي الشرف يا دكتوره رانيا. بيقول يعني الاستاذ طارق بيقول انه بيتشرف بزمالتك في المجلس. طبعا والحاجه الحلوه ان احنا استمرينا بنفس الروح في مجلس الاداره، ان احنا كلنا مترابطين وكلنا بنحاول نساعد بعض، لنقصوا حاجه بنكملها. في ناس يمكن كانوا موجودين قبل كده ومتعودين على بعض في المجلس، وفي ناس الروح الجديده اللي دخلت انا حاسه انهم عملوا اثراء كبير جدا للمجلس، وساعات بينظروا الامور بطريقه مختلفه بتخلينا احنا نفكر بطريقه مختلفه برضه. اخيرا دكتوره رانيا علواني، هل الامور ماشيه؟ اداء مشرف جدا، و يعني انا بشكره على مجهوده، خاصه كمان لو كنت حضرتك عارف ان كان في لجان متخصصه، هو كان في بعض اللجان اللي كانت مضطره، لجنه العضويه اللي على ما اتذكر يا استاذ طارق، العضويات الجديده اللي دخلت النادي، انا فاكره ما كانوش بيروحوا، كانوا بيقعدوا لحد الساعه 2 و3 الفجر في النادي، لاختيار افضل العناصر اللي تتناسب مع مبادئ النادي الاهلي وتبقى داخل هذا النسق العام للنادي الاهلي. كان في دايما في تشكيل اللجان كان بيبقى فيه كل الناس الماليه او اللي ليهم علاقه بالماليات مع بعض، زي استاذ طارق، استاذ خالد جرندلي، برضو استاذ ابراهيم الكفراوي، فكان عندنا دايما تيم ماليا حاسين ان احنا يعني لينا ظهر مالي كويس جدا. بنشكره على المجهود. موفقين يا دكتوره، موفقين. وسؤال اخير مرتبط باداء طبعا مجلس اداره بما فيه الاستاذ طارق قنديل، مجلس اداره الحالي باكمله بقياده الكابتن محمود الخطيب، هل تقييمكم الحالي يا دكتوره ان الامور ماشيه بشكل جيد ووفق البرنامج الموضوع كخطوات والبرنامج الزمني والمالي لعمليات التطوير في كل الاتجاهات؟ هل راضيين عن نتائج العمل حتى الان؟ المجموعه دي عمرها ما هتكون راضيه، لان احنا دايما عايزين نوصل لاحسن. فبالتالي احنا الخطه اللي حطيناها قبل
الانتخابات ماشيين في الخطى، مع ان كان في عقبات كتير في الفتره الاولانيه، حاجات ممكن ما كناش متوقعينها، في حاجات ما كناش لامسينها في النادي. الحقيقه كل مشكله اتوجد لها حلول، لكن التطور اللي حاصل او اللي الناس هتبتدي تشوفه في اخر السنه ان شاء الله من الانشاءات ومن الاجهزه الفنيه بتاعت الفرق الرياضيه، ومن يعني احنا بنفكر كمجلس اداره ان كره القدم مش هي بس الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نبقى فخورين بيها في النادي، ولكن لازم العضو اللي موجود يقدر يستمتع بالنادي بتاعه، يقدر يحس ان هو يقدر يروح مكان هو حابب ان هو يقعد فيه هو واسرته. فبالتالي الانشاءات وخدمه الاعضاء كانت برضو جزء مهم، وان كل عضو اللي هي اسره النادي الاهلي او برنامج عائله النادي الاهلي ينفذ فعلا. والحمد لله احنا بنشتغل على كل ده. يعني بشكرك شكرا جزيلا. لا يعني هو طبعا محاولة أو طلب الأفضل والطموح ده أمر محمود ومطلوب، خصوصا لما بنبقى بنتكلم عن مجلس الإدارة والمسؤولين في كيان كبير وكيان عريق زي النادي الأهلي. بنسعد بمشاركتكم معنا دايما، يعني سعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أمنياتنا كثيرة جدا وعندنا ثقة في حضراتكم اللي تقدروا تحققوا للنادي وللقناة في الفترة الجاية، وإن شاء الله كمان نسعد بوجودك معنا قريبا على شاشة قناة الأهلي. بشكرك يا دكتورة رانيا، شكرا.